معنا سؤال آخر، أخت فاضلة بتسأل، بتقول سؤال ضروري جدا: زكاة المال لو مثلا عاملة شهادة ب100 ألف والعائد شهري، يعني العائد مش بيحول عليه الحول، أنا بطلع على ال100 ألف لما يحول عليهم الحول وبجمع عليهم الأرباح وأي مبلغ بزوده، وأنتظر سنة تاني وأطلع الزكاة عليهم وهكذا، هل ده صح ولا غلط؟ هو أنا هفهم حضرتك الوضع بطريقة بسيطة عشان بس ما يحصلش نوع من المشقة والإرباك. المقرر إن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن لها شروط. لابد طبعا المبلغ ده يبلغ المال النصاب المفروض، وهو اللي بيعادل 85 جرام من الذهب عيار 21، وإنه يمر عليه عام هجري كامل من غير ما ينقص حاجة عن النصاب أثناء الحول. إذا تحقق ذلك فإحنا بنخرج منه 2.5% عن الأصل، عن الأصل والربح. طيب بنطلعها لمين؟ للأصناف طبعا الثمانية المستحقة لذلك التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز. في الصورة اللي حضرتك بتسألي عنها في الحالة دي، قيام حضرتك بإخراجك الزكاة على ال100 ألف بعد مرور الحول ده شيء صحيح، ما فيهوش حاجة، وذمتك بريئة في ذلك، لكن يجب تزكية الأرباح. أنا ده طريقة لذلك عشان ما يؤديش الأمر إلى أي مشقة على حضرتك زي ما قلت، أو يبقى فيه أي إرباك، إن حضرتك تجعلي رأس الحول لزكاة واحد، بحيث يعني حضرتك تقدري إنك تخرجي الزكاة على المال والأصل من غير أي لخبطة أنت تقع فيها. يعني اجعلي للمال اللي أنت هتطلعيه الزكاة اللي حضرتك هتطلعيها لأصل المال وربحه وقت واحد من كل عام هجري، لأن لو تعددت الأحوال مع كثرة المال المستفاد اللي بيجيلك طول السنة، ربما حصلت زي ما بقول لحضرتك لخبطة وكان في مشقة كبيرة عليك. بمعنى أنا عندي الأصل هو موجود، أنا بيجيني أرباح وحتى كذا مبلغ، يعني بيجيني أرباح أو بيجيني مبالغ في النص، بيسميه الفقهاء المال المستفاد، تستفيدي بيه خلال العام. لو هقعد أعمل لكل مال زكاة لوحدها ربما أربكني ذلك. طبعا المسألة دي فيها خلاف بين السادة الفقهاء، لكن رأي الأحناف في هذه المسألة يعني منضبط، إن الإنسان يجعل لنفسه زي ما إحنا وصفنا، فبعمل حول وبطلع المعاد اللي بطلع فيه بطلع على أصل المال وعلى ربحه مرة واحدة يا صاحبة السؤال، كل عام في المعاد بتاعي المال المتبقي عندي أطلع على الأصل وعلى الربح يا صاحبة السؤال. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.